ليه لقبين في الجيش الألماني، اللقب الأول هو أسد الدفاع، اللقب الثاني هو الخنزير. هتلر قال عنه أثق جدا في قدراته لكن مستحيل أخدم تحت قيادته. وكلامنا النهاردة هيكون عن فيلد مارشال والتر موديل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد حسني وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج وور باص، البرنامج باختصار وور أند بيزنس، الحرب والبيزنس. والتر موديل هو أكتر جنرال ألماني غامض في الحرب العالمية الثانية، لأنه حرق كل مستنداته قبل ما ينتحر في 21 إبريل 1945، يعني انتحر قبل استسلام ألمانيا بأسبوع واحد. والتر موديل معروف بحاجتين، الحاجة الأولى أنه هو قاسي لدرجة الوحشية، والحاجة الثانية هو فشله في آخر هجوم ألماني على الجبهة الغربية واللي معروف باسم The Battle of the Bulge. لكن دور موديل في الحرب العالمية الثانية كان أكبر من كده بكتير، خصوصا على الجبهة الشرقية قصاد الاتحاد السوفيتي. وعلشان والتر موديل ياخد حقه فالكلام هيكون عنه في جزئين، والنهاردة أول جزء. والتر موديل كجنرال ما كانش مميز في ناحية الهجوم، لكن قدراته الدفاعية ما كانش ليها مثيل، لدرجة أنه أطلق عليه لقب أفضل جنرال دفاعي في الرايخ الثالث. والتر موديل كجنرال كان ليه مميزات كتيرة جدا، إلا أن كان ليه نقطة ضعف واحدة قاتلة هي اللي خلت اسمه منسي في التاريخ العسكري. ونبدأ بالبدايات، لأن البدايات هي اللي بتكتب النهايات. في الحرب العالمية الأولى والتر موديل بيخدم على الجبهة الغربية في فرنسا، وبيشتهر أنه قائد كفء وقوي وشرس جدا، إلا أنه معاملته سيئة جدا للناس اللي حواليه، إلا أن كفاءته ضمنت له أن هو يتم اختياره من ضمن 4000 ضابط للجيش الألماني في فترة ما بعد الحرب العالمية الأولى. في فترة ما بين الحرب العالمية الأولى والتانية كان بيشتهر أنه هو مؤيد وبقوة لتطوير الجيش الألماني. مع بداية الحرب العالمية الثانية دور والتر موديل بيكون محدود، وبيستلم أول قيادة ليه في نوفمبر 1940. يونيو 1941 بتبدأ أوبريشن بربروسا، عملية غزو الاتحاد السوفيتي. والتر موديل بيكون تحت قيادة هانز جوديريان. وبشكل عام طول ما الجيش الألماني في وضعية الهجوم فدور والتر موديل بيكون محدود وغير مميز، إلا أن لما الجيش الألماني بيتحول لوضعية الدفاع دور والتر موديل بيكون مهم جدا، وبتظهر أهمية قدراته الدفاعية في معركة موسكو. 2 أكتوبر 1941 بيبدأ الجيش الألماني أوبريشن تايفون، وهدفها هو غزو واحتلال مدينة موسكو. نوفمبر 1941 السوفيت بيبدأوا هجوم مضاد شرس جدا بيفاجئ الألمان، لأنهم ما توقعوش هجوم بالحجم ده. وتحت ضغط الهجوم المضاد الجيش الألماني بيبدأ التراجع من موسكو في وسط حالة من الذعر والفوضى. 14 نوفمبر 1941 والتر موديل بيتولى قيادة القوات الألمانية المتراجعة من موسكو. قدرته الدفاعية المميزة وقوته وشراسته الشخصية بتمنع تحول الانسحاب إلى فوضى، وبيقدر يتراجع بالقوات الألمانية بشكل منظم. وهنا بتبدأ تظهر مميزات وعيوب والتر موديل كقائد. أهم ميزة عنده هي قدرته الدفاعية المميزة جدا، زي ما قلت ملهاش مثيل. الميزة الثانية دقة ملاحظة غير طبيعية وانتباه للتفاصيل استثنائي. الميزة الثالثة هي قدرته السريعة جدا على التأقلم مع ظروف العمليات، بالإضافة لقدرته على الابتكار والارتجال علشان يتماشى مع وضع العمليات، وده اللي ساهم بشكل كبير جدا في إنقاذ القوات اللي تحت قيادته من مواقف شبه مستحيلة. فيما يتعلق بعيوبه، فوالتر موديل نقطة ضعفه القاتلة ان هو قاسي لدرجة الوحشية، والكلام ده بينطبق على القوات اللي تحت قيادته، لك ان تتخيل اللي بيعمله في السوفيت. العيب التاني ان هو كان بيغير خططه بسرعة وبدون اي سابق انذار، مع اصدار اوامر من المستحيل تنفيذها، وده دايما خلاه مكروه من كل الناس اللي اشتغلوا تحت قيادته. وبناء عليه بيبدأ يكتسب لقب الخنزير، إلا أنه دايما كان بيتابع قواته من الخطوط الأمامية، وده اللي خلاه محبوب من كل المقاتلين اللي موجودين في خط المواجهة. ولو بدأت تحس أن شخصية والتر موديل فيها تناقضات كتيرة فعندك حق، ودي هتبقى أوضح معانا قدام. السوفيت على مدار الحرب العالمية الثانية كانوا بيستخدموا دايما تكتيك الهيومن ويف أتاك، أو الهجوم بالموجات البشرية من فرق المشاة. والتر موديل لاحظ أن لما الجيش الألماني بيعتمد على دفاعات حصينة ثابتة في مكانها فالسوفيت بيقدروا ينتصروا، لكن الجيش الألماني لما بيعتمد على خط مواجهة عريض بدون أي دفاعات حصينة فالجيش الألماني هو اللي بيقدر ينتصر. علشان كده اعتماد خط مواجهة عريض هيكون واحد من الأركان الأساسية لعقيدة والتر موديل الدفاعية. يناير 1942 والتر موديل بيتولى قيادة الجيش التاسع الألماني الشبه محاصر واللي على وشك التدمير. قبل ما يتولى قيادة الجيش التاسع بيقابل هتلر، وهنا هتلر بيقول ما قلته، أثق جدا في قدراته لكن مستحيل أخدم تحت قيادته. وباستخدام قدراته الدفاعية المميزة جدا بيقدر والتر موديل ان هو ينقذ الجيش التاسع من الدمار، وده بسبب ابتكاره لديفنسيف دوكترين او عقيدة دفاعية خاصة بيه. العقيدة الدفاعية لوالتر موديل مبنية على 4 أركان. الركن الاول هو الاعتماد بشكل اساسي في المخابرات على المعلومات اللي بتوصل من خط المواجهة والاستطلاع،
مش من التقارير المخابراتية اللي بتوصل من المحللين العسكريين اللي موجودين في الخطوط الخلفية. ودي أهمية القيادة من الخطوط الأمامية واللي كنت بأكد عليها من أول حلقة اتكلمت فيها عن أليكس فيركسون مدرب مانشستر يونايتد. كلامي في الكورة ما كانش صدفة. الركن الثاني هو الاعتماد على خط مواجهة عريض حتى لو كان ضعيف. الركن الثالث هو الاعتماد على احتياطي تكتيكي قوي علشان يقدر يصد أي اختراق لخط المواجهة. الركن الرابع هو الاعتماد على قيادة مدفعية مركزية، والمقصود هنا ان المدفعية كلها تكون تحت قيادة واحدة علشان لما يحصل اي اختراق لاي نقطة في خط المواجهة المدفعية كلها توجه قوتها النيرانية على النقطة دي، وبالتالي تحقق افضل نتيجة من قصف المدفعية. وباستخدام عقيدته الدفاعية وولتر موديل بيقدر على مدار سنة 1942 ان هو يتصدى لهجمات السوفيت ويحافظ على الجيش التاسع من الدمار. لكن في نوفمبر 1942 قدرات وولتر موديل الدفاعية بتختبر اختبار قاسي. جورج زيكوف افضل جنرال سوفيتي في الحرب العالمية الثانية بيهاجم الجيش التاسع من ثلاث اتجاهات، الا ان عقيدة وولتر موديل الدفاعية وقدراته الدفاعية المتميزة بتنجح في الاختبار مرة تانية. وعلى الرغم من الخسائر العالية الا انه بيقدر ينقذ الجيش التاسع من الدمار، وهنا بيكتسب لقب اسد الدفاع او اللاين اوف ديفنس. ومع دخول سنة 1943 بيتحول الجيش الالماني على طول الجبهة لوضعية الدفاع، بيضطر وولتر موديل تحت الضغط ان هو ينسحب بالجيش التاسع مرة تانية. وهو بينسحب بيتبع سياسة الارض المحروقة، وده معناها تدمير اي شيء ممكن يفيد العدو. ولما واحد زي وولتر موديل يتبع السياسة دي فيعرف ان هو سوى كل شيء بالارض. وبنقفل حلقة النهاردة في يوم 5 يوليو 1943 مع بداية معركة كورسك، لكن دي ان شاء الله هنتكلم فيها في الجزء الثاني. اذا عجبتك الحلقة دوس لايك ما تنساش، واشترك في القناة لو مش مشترك، ويهمني جدا رأيكم في الكومنتات. واخيرا شير في الخير، واشوفكم ان شاء الله في الجزء الثاني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.